اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعجاله غادي نديروا هذا لا فيديو، ما غادي يكونش طويل، غادي يكون خفيف وظريف، ولكن كاين نقاط ما قدرتش نعس بلا ما نهضر عليها، اذا غادي نديروها واخا وقت متاخر من الليل. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم. قبل ما ندخلوا في الموضوع، الله يخليكم، القناه اللي غتلقاوها في اول رابط فضلا منكم ديال زكريا نيوز، الشاب الوطني المناضل، ربما واحد العدد منكم كيعرفوه، ابننا البار، دخلوا عنده الله يخليكم، اشتركوا في القناه ديالو. وكيف سبق وقلت لكم شحال هذه، الا ما كنتوش كتتفقوا مع المحتوى ما تابوناوش، ما فداك الشيء خصك ما ديروش، تكون مقتنع بالقناه عاد تابونا معها، مع اي كان، معايا ولا مع غيري، وشكرا جزيلا لكم. اذا الموضوع ديال اليوم سيداتي وسادتي، وقبل ما نهضروا على موريتانيا اللي غلقت السفاره ديالها في الرباط، وكذلك غادي نهضروا اشنو وقع في الصحراء المغربيه، هذا خبر غادي يكون زوين غادي يعجبكم طبعا. قلت قبل ما نمشيو لهاد الفقرتين المهمتين بجوج، سؤال كيتطرح بزاف عليا في التعاليق وربما كتردوا ليه البال، وهو انه السي اخنوش رئيس الحكومه مصابي يخلي استاذ بوريطه وزير الخارجيه، كاين الناس عندهم تخوف من هذه النقطة هذه. أنا اللي باغي نقول لكم في جملتين اثنتين لا ثالث لها، وهي السيد نصر بوريطة وزير الخارجية، وزارة الخارجية من الوزارات السيادية أو الحقائب الوزارية الستة اللي كيتم التعيين ديالها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله مباشرة، ولا شأن ولا قدرة ولا استطاعة لأي رئيس حكومة أن يغير، فهي تتم بتعيين يعني مباشر من جلالة الملك. إذا تصوروا معايا دابا، هذه غير كمستملحة، تصوروا معايا رجل عمتي على سبيل المثال اللي قدامكم في الصورة السي العثماني، تصوروا معايا غادي كرئيس حكومة واش كانت عنده الصلاحية باش يحيد مثلا وزير الخارجية ولا وزير الداخلية ولا وزير، أبدا ولا حتى. المهم كنظن الأمور هذه راه مفهومة من قديم الزمان ماشي عاد دابا. إذا غادي ننتقلوا مباشرة سيدتي وسادتي، أعلن سفير موريتانيا، السفير ديال موريتانيا في المملكة المغربية في الرباط في العاصمة محمد ولد حناني، اللي كاينة السفارة اللي كتوجد في حي السويسي في وسط الرباط، غلق السفارة، أعلن إغلاقها، والحجة ديالو هي منع انتشار فيروس كورونا. بعض المرات كتسمع شي حوايج ما تعرف تبكي ما تعرف تضحك. تصوروا معايا موريتانيا غتغرق السفارة ديالها وبتوقيع باسم السفير لأن كورونا في الوقت اللي احنا كنعرفوا كاملين على أن هناك انفراج بالنسبة للوباء، وهذه القضية هذه ما دارتش حتى أيامات فاش الله بدات كورونا وما كاين لا كمامات ولا تلقيح ولا حتى شي حاجة، وامريكا وفرنسا وانجلترا وكل الدول، كل الدول العظمى في العالم اللي عندها سفارات وقنصليات في المغرب وما قالوش هاد الهضره هادي. واش هنا نقدروا نقولوا سيداتي وسادتي وحنا رضينا بالهم والهم مرضى بنا؟ اتساءل. اذا السفير ولد حناني يعني امر في وثيقه اللي نشرتها وسائل ديال الاعلام ديال موريتانيا، امر جميع الموظفين اللي خدامين في السفاره بعدم تبادل الزيارات. تصوروا معايا انتم دابا واحد موريتانيا هادشي باش تصور غيجي غادي تسالم معايا، المهم وانا بالكرافطه هكا والدهنه وكذا. المهم على كل حال هو اللي قال لهم ما تسالموش ما تزوروش حتى فيما بينكم وما تتواصلوش حتى مع اصحاب يعني الناس اللي كيبغيو يقضيو الحويجات ديالهم وداك الشيء، الحويجات المتعلقه طبعا بالسفاره، الا عن بعد غير بالتليفون هكا ولا الواتساب ولا بالانترنيت بالكمبيوتر ولا شي حاجه. واستغربوا بزاف ديال الناس اللي كيجيو للسفاره ديال موريتانيا يقضيو الاغراض ديالهم، موريتانيا يعني في الرباط طبعا، من اصدار هذا القرار اللي هو غريب جدا. انا قولوا لي الله يخليكم واش قمه في الغرابه وعلاش بالضبط في هذا التوقيت هذا، ملي كنقول بالضبط علاش في هذا التوقيت هذا غادي نجيو مع يعني مجريات الاحداث، غادي نلقاو على ان حصل ما حصل بين المغرب والجزائر، اليد الممدوده، اشعال الحرائق من طرف المخابرات الجزائريه في جمهوريه القبائل، قاتل جمال بن اسماعيل، سد او قطع العلاقات الدبلوماسيه بالمره من جانب الجزائر من طرف واحد من جانب احادي، كذلك
شفنا يعني التراشق مع المغرب ورميه بالتهم اللي هي ما كاينش حتى الان عليها ولا ربع ولا عشر معشار دليل. ثم مباشرة جات موريتانيا وقالت لك على انني تواصلت مع الخارجية ديال المغرب وديال الجزائر وبغات موريتانيا ديرها. كنقول موريتانيا علاش كنبرك على موريتانيا راه ماشي بريطانيا عندكم تلف ليكم، موريتانيا هي بغات دير الوساطة ما بين المغرب وما بين الجزائر. طبعا موريتانيا ماشي دولة، لان انا مش كنحتقر موريتانيا، وانما الحقيقة موريتانيا عبارة على واحد منطقة او مجموعة دواوير في المغرب. انا ما بغيتش نقول لك شي اللي كان قال شاباط هذه واحد 3 سنين، انا ما بغيتش نقولها فاش قال على ان موريتانيا تعتبر ولايه من الولايه يعني من الولايات المغربيه، وكان يعني استشهد بشي حاجات تاريخيين وكاين الناس اللي وافقوه انا ذاك، ولكن انا كنقول على انها الان يعني امور اخرى. على كل حال ما نطرقش لهذه النقطه هذه، فهي عباره عن مجموعه من الدواوير. من بعد ملي هما اقترحوا نفوسهم باش يديروا هذه الوساطه، سمعنا هناك يعني زيارات مكوكية وسرية استخباراتية دبلوماسيين كذا مشاو لموريتانيا. شنو مشاو يديروا في موريتانيا؟ وهذا الشيء غير الأسبوع يعني قبل الأخير. هنا بقت بزاف ديال علامات الاستفهام. من بعد واش موريتانيا عندها علم أو علاقة بالمقتل ديال السائقين المغربيين الله يرحمهم اللي هم تستهدفوا عن عمد وإصرار مع سبق الإصرار والترصد استهدفت المملكة المغربية، استهدفت يعني التجارة ديال المغرب إلى إفريقيا. كاين كاميو آخر، هذه غير باش نزيدو نوضحو، كاميو آخر ماشي غير جوج ديال الكاميوات اللي ضربوا بل سائق، وأنا سمعت اليوم وشفت يعني وتبعت هذا الخبر، كان جاي في الاتجاه هذا المعاكس. جوج كاميوات اللي ضربوا الشاحنات كانوا غاديين هكا، قبل ما يضربوا جاي شيفور مغربي. كاين واحد جيب قال لك تويوتا عندها جوج ديال البيبان إلى آخره بحال كات كات، كانوا مترصدين هكا ضربوا عليه. قبل ما يضربوا عليه القرطاس دازوا من حداه وشافوا فيه مزيان وروماركاو وعرفوا على ان شاحنه مغربيه. مشاو هو مشى شي 10 ديال الدقائق هما يرجعوا، ملي رجعوا ضربوه بالقرطاس وجاتوا ضربه جهه الزجاجه وضربه في الباب وضربه الى اخره. هو داك الخلعه كسيره حتى كان غيخرج على الطريق وحفظ الله، ومشى واحد 10 ديال الكيلومتر ومع الخلعه قال الحمد لله غير من اللي عشت، واتصل بالشركه اللي مخدماه وداك الشيء. شويه هو يسمع الخبر ديال مقتل السائقين والهجوم الشنيع والجبان اللي تعرضوا ليه المغاربه، واخا مزيان واش هناك موريتانيا كاين شي حاجه اتساءل. بل الادهى والامر من هذا هو السؤال اللي غادي نطرح دابا، وهذا السؤال هو واش موريتانيا سدوا السفاره ديالهم في المغرب في المملكة المغربية الشريفة في الإمبراطورية العظمى اللي هي والله لا نقولها يعني غير هكذا جزافا، وإنما هي أكبر دولة وأشهر دولة في إفريقيا وأكثر دولة يعني من ناحية ديال التنمية ومن ناحية المشاريع ولا استثمارات ولا بزاف ديال الحوايج وكذلك التطور. مجرد كي تذكر اسم موروكو ورا سبق لي قلتها المغرب موروكو ولا مارويكوس في العالم كامل إلا ويثير الانتباه على أنها دولة عظمى في القارة الإفريقية. على كل حال السؤال ديالي هو من اللي مشاو في ديك السفريات المكوكية اللي سموها والاستخباراتية والسرية و هل قدمت رشاوى لبعض المسؤولين وأصحاب القرار في موريتانيا من أجل إظهار على أن هناك المغرب كيف ما الأخرين مثلا خرجوا شركات فرنسية وغيرها هربوا من الجزائر الأخرين سدوا السفارة راه حتى المغرب علينا وعلى أعدائنا؟ واش كيف ما كان كيوقع في عهد القذافي رشاوى تعطى لدول إفريقية وتعطى لرؤساء دول في إفريقيا وتعلن مع ذلك يعلم الجميع على أن القذافي كان يدعم البوليزاريو وكان يدعم بعض الدول حتى لا تعترف يعني بسيادة المغرب على صحرائه آنذاك؟ على كل حال وتلك الأيام نداولها بين الناس، القذافي راه مشى في حالته وكل واحد غدا توصل وقته، وأين هم الآباء والأجداد وأين هم الفلاعنة الشداد؟ إذن واش هناك مبلغ معين التعطى في حسابات بنكية في دول معينة لبعض صناع القرار في موريتانيا من أجل باش زعما راح نسدينا من أجل أش كورونا؟ والعذر أسوأ من الزلة كما نقول. على كل حال وفد هذا خبر هذا غيضرب لهم كل شيء في الزيرو اللي غنقول لكم دابا، لا كابرانستان لا الشنقريحة ولا تبون ولا صناع القرار ديال الدوار الموريتاني أو عفوا يعني شنو كتسميهم، مهم موريتانيا حنا ما نخرجوش من العيب،
هنا خبر كيضربهم وكيصفعهم كاملين. انا ما كنبغيش نقول على البوليزاريو هاد الرباعه ديال المرتزقه او المنظمه الارهابيه كما هو معلوم، وانما اليوم وفد من كبار المستثمرين ورجال الاعمال بولنديين وصلوا لمدينه العيون المغربيه في الصحراء المغربيه للوقوف على فرص استثماريه. وكيف ما كتشوفوا في الصوره قدامكم هنا فاش نزلوا في المطار، هذه الفرص الاستثمارية التي توفرها منطقة الصحراء المغربية خاصة جهة العيون الساقية الحمراء. الساقية الحمراء والعيون عينية والساقية الساقية الحمراء هي الواد وادي يا سيدي والواد وادي الواد وادي يا سيدي والواد وادي يمشي وبيك فوق السلامة الله والنبي والقرآن معانا. إذا الله يجزيكم بخير. هنا هادشي هذا إذا ما دل على شيء فإنما يدل على أننا كيف ما قال السي بوريطة، مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، وحنا كنعملوا بالأفعال وليس بالأقوال. والأفعال اللي هي مثمرة واللي هي كتبين حقائق الأشياء. إذا الوفد البولندي اللي كيمثل كبريات الشركات البولندية مهتم، ومهتم بزاف ماشي شوية، بإطلاق مشاريع صناعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة واستهداف الأسواق الإفريقية انطلاقا من المغرب. تحية كبيرة للسفير المغربي في وارسو السيد عبد الرحيم عتمون سفير جلالة الملك هناك اللي رافق هذا الوفد هذا شخصيا. كنحييوه على النشاط ديالو على الحيوية ديالو، جاب من كبار رجال الأعمال واستقبل السيد عبد السلام بركات والي جهة العيون الساقية الحمراء. كيف ما كيبان لكم في الصور قدامكم هادشي راه غير اجودوي بايير ولا العام اللي فات ولا الشهر اللي فات، غير اجودوي توداي. نعم سيدي والي جهة العيون الساقية الحمراء الله يسر امره. اليوم الثلاث قلنا اشنو دار؟ استقبل هذا الوفد هذا اللي كيضم هاد الناس هادو يعني اللي هما تبارك الله وصلات على النبي جاو باش يديروا استثمارات اللي هي حقيقيه، ماشي استثمارات هكا ديال كذا. وانا غادي نقول لكم اشنو بغاو يديروا. نعم سيدي اللي بغاو يديروا هو ان بعد هذا الوفد هذا كيضم ممثلين اللي كيمثلوا 6 ديال الشركات عامله في مجالات متخصصه، شركات كبيره متخصصة فاش مثلا كمواد الإضاءة المهنية وتكنولوجيا تصنيع طائرات الهليكوبتر والصناعات الصحية والفلاحية وإنتاج كذلك أعمدة الطاقة والإضاءة والاتصالات، وكذلك إنتاج محطات ديالش. نعم سيدي ديال الشحن للسيارات الكهربائية، هادشي هذا بغا يدير في الصحراء المغربية، وتصنيع معدات مكافحة الحرائق. ملي كنهضروا على مكافحه الحرائق دائما كنتفكروا الجزائر اللي فاش حرقوا جمهوريه القبائل قال لك ما عندهم ولا طياره وحده لاطفاء الحرائق عليهم، او بلا ما نسب هذا النهار هذا استغفر الله العظيم، لان المجرمين اللي كوناغ لي فوايو ملي كتشوف كيفاش طاحنين الجزائريين. ونحن نؤمن على ان الشعب الجزائري كشعب خلينا من الذباب الالكتروني والخبثاء واللي هما من نطف مختلفه، لا لا الشعب الجزائري معانا ومع المملكه المغربيه. بدليل كتشوف غير عندنا كتلقى 70000 100000 120000 مشاهده، وكتلقى غير واحد 4 ولا 5 اللي مانوط لي بهم هذاك الدور باش يدخلوا هكا يشوشوا. اما الشعب الجزائري في الغالب عارف على انه منهوبه ثرواته، مهضومة حقوقه، مجوعة معدته، مغتصبة. ملي نقولوا مغتصبة بلا ما نذكروا العشرية السوداء والاغتصابات كيف ما كان كيعترف كاع بن سديرة كانوا كيدخلوا للديور عباد الله يغتصبوا النساء والبنات عياذا بالله، وحاشا يعني اخواتنا اللي تكرفصوا في العشرية السوداء واللي ماتوا بمئات الالاف من المواطنين. هنا ملي ذكرنا بن سديرة قبل ما نكمل لكم او لا نكمل لكم هي الاولى عاد رجع بن سديرة بعجالة، كذلك غادي يعملوا على انتاج الحاويات المتخصصه للقطاعين لا العسكري ولا المدني بجوج. هادشي هذا كله غادي يدار نعم سيدي باذن الله السميع العليم. وقدم والي الجهه امام انظار الوفد البولندي عرض تفصيلي شامل على الورش التنموي اللي كيقودو صاحب الجلاله والمهابه امير المؤمنين الملك محمد السادس بجهه العيون الساقيه الحمراء. انا كنعرف ملي كنقول لك امير المؤمنين الملك كنتعمد باش نقولها بهذه الطريقه لان كنعرف كدير غصه في حناجر الخونه والمرتزقه والكلاب الضاله. نعم اذا قلنا هاد الشيء هذا اللي هو كيقودو صاحب الجلاله شخصيا
المشاريع الكبرى اللي غدا يتم ولا غدا تتم يعني تنفيذ ديالها في اطار النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه، بالاضافه الى احاطه هذا الوفد هذا بكل المؤهلات التي تزخر بها المنطقه، واظهار يعني بالبيان وبالبرهان وبالحجه طلعوا وشافوا كاع اشنو هي فرص الاستثمار اللي ممكن تكون مربحه للطرفين. نعم سيداتي وسادتي، ومن بعض الشركات اللي هي انترناسيونال. هادشي هذا راه بلا ما نعاودوا نذكروا مره اخرى ان هناك اكثر من 20 قنصليه في الصحراء المغربيه لدول كبيره ودول اللي هي ذات سياده. هنا علاش ذكرت عاود هاد النقيطات؟ هنا رد على كبرانستان، على عملاء فرنسا. واش فرنسا عندها دور بهادشي اللي كنشوفوا دابا؟ انا كنقول ربما نكونوا يعني متأكدين على أن فرنسا دائما وإلا وكين صبعها تما، وموريتانيا مقاطعة من المقاطعات الفرنسية مثلها مثل كبرانستان. وكنتمنى الاستقلال للشعب الجزائري ولا الجمهورية ديال القبائل. إذن بن سديرة مدام ذكرته قبيلة، يا للعار يطعن في المغرب والمغاربة، وهو يعني خرجت ليه أوديوهات وهو يعني كتوسط لمرته، وهذه حقيقة أخوتي راه يهضروا عليها كاع الكبار في الجزائر، بالأوديوات ديالو اللي سمعت أنا، أما أنا ما نخوضش في حال هاد الأمور. مرتو كيوصفها للجنرالات، مرتو قدمها لأحد الجنرالات، مرتو صورها وهي عارية هذا الكلب ديال بن سديرة، هاد لوشيان، هاد مع احتراماتي للكلب، أما الكلب هذا راه أحسن بكثير من أمثال الشنقريحة ولا هذا خايب السمية ولا يعني هاد المكاريب هادو. تصور وربما كان فيكم اللي عارف هادشي هذا قولوا لي في التعاريخ الا كنتو عارفين. هاد الكلب ديال بن سديرة، شوفوا شكون اللي كيحاربونا، اللي هكا اللي ما عندهمش الوالدين، هادو اللي هما ما عندهمش يعني شرف ولا كرامه ولا عزه ولا اي شيء، الحيوان افضل منهم. ها انت والله الا اوديوات وسمعتها، وراه طلق داك النهار امير ديزاد طلق العجب المتعجب، واحد كيصيفط التصاور ديال مرتو، نسمي تمرتو ولا تهربات، مع كامل احتراماتي لمرتو ولا تهزات حوايجها وهربات. كيعترف واحد الاوديو على انه كان كيمشيو كيغتصبوا البنات في العشريه السوداء في الجزائر، وكيغتصبوا النساء متزوجات، وكيختاروا منهم اللي كانوا كيشدوهم وكيركبوهم في الجيبات بالليل وكيديوهم للقشالي الجين، هاد الجنرالات ديال فرنسا والكبرانات، هاد المسخين هاد الفوايو هادو. علاش انا واخا كنقول راه ما نخسرش الهضره بصفتي كسياسي مخضرم يعني خصني نبقى، ولكن راه والله ما تقدر كتبقى مخير فيهم ديوت والحقد ديالهم على المملكه المغربيه قد لا ينتهي، ونحن كذلك لن ننتهي. الله الوطن الملك، ودائما الصحراء المغربيه ولا عزاء للحاقدين. وبالنسبه للدوار الموريتاني سد السفاره يسد حتى شي حاجه اخرى، فهاداك الشيء هذاك لا يهمنا. حنا كنشوفوا الدول الكبرى فهمتي، وكنشوفوا حنا القوة ديالنا والسلطة ديالنا والقناعة ديالنا والقضية العادلة ديالنا قبل كل شيء. إذا سيدتي وسادتي ربما أكتفي بهذا القدر، وجمجموا ولا تخمموا. في أول تعليقات تلقاو زكريا نيوز، الله يخليكم دخلوا هجوم، ديروا هجوم وخليوا على أنكم جيتوا من عند أخوكم ومحبكم إلياس، ونتلقى معكم في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين في أمان الله.